الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. الباب السابع عتب كتضباط في آداب الناس دتك آداب توذا كلهم إذا الكود ومع القرآن قرآنك لو قبها هاي هاي إن أي مركا أي أولا دقمان يعني دقنك ضدك وضمبة. كلمة آداب جمع أدب، ما دذا أنا بضنا ويحي كي ما ذوا شيء دأبئة أو العادي السمركة ضدك وضن. ما أنت نوح نكسو هل إنك تاك بلو إلا حد ما يشان لقسو قاري إلا ليح باب حفاظة لقها اللي ضد قراءة، لكن ضدك وضن محلو قبها. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله وحاكسو أروري عن تميم الداري رضي الله عنه قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كبير الدين دينك النصيحة ونصيحة. قلنا وحامنا لمن يؤيه رسول الله؟ قال مركوح لله إله بؤيه ولكتابه كتاب كيس يؤيه ولرسوله ولرسوله رسول كيس محمد ولأئمة المسلمين مسلمين ته كو ذهو قامية وعامتهم دتكو ذا عامضة شعوب تا انتبهوا إيه. كلمة النصيحة والمركز في الصومالي للاسوب بوضو اسكم معنا قابا موانا لأن هاي هدي وانا ايتا هدي إلهي مي وانا اوتا هاي عقل عيلين هدان دهان وموحا اوتا مركة محال ولدي ذا نصيحة. قال العلماء رحمهم الله علماء الوحير هذي النصيحة لكتاب الله نصيحة هذا كتاب إله تعالى سريه هي الإيمان إلا الرميوي بأنه كتاب الله كلام الله إلى هذا الكيس إنه وتنزيله إله كي أسود جي إنه ولا يشبهه إنسا وأكين شيء أو من كلام الخلق أونك هذا الكوذا بن آدم هذا الكيس إنسا شقق لهم ولا يقدر إنسا كرين على مثله إساقك إلا لي ماذا الخلق أونك بأسرهم إذا الكود يقول رمب هذا إسكت لو اجتمعوا مكين كرا ثم تعظيمه إلا وينيه وتلاوته الأقري حق تلاوته أقرنتي سببت وتحسينها تلاوة إلا وناجيه والخشوع إلا وخشوع عندها مكة الأقرني وإقامة حروفي حروف تيس إلا توسي في التلاوة مركة الأقرنة تجويد كلا إلالي والذب عنه إن مركة لدفاعه لتأويل المحرفين كو قلو عينيه تأويل كوذا وتعرض الطاعنين يطاغين كو كبري أحد قد بي وبنبحوذا يعني ذدو حاجر محرفين وغلتنيشن قصم بيني معنيه رقي يكو حجر طاغين وإلهي كفرتي والربا إني كتابك إلهي وحون مركا لقاران وربا إيو التصديق إلا الرمي بما فيه وحيدا هذا إيو الوقوف إلا لأق إستاغو ولو إستاغا ما أحكامي أحكامتي سؤال الله دافن إيو تفهم علومه علوم تحن بارسه إلا فهمه إيو أمثاله إتسالوين قرآنك وبحينه إيو الاعتبار إن مركا لقو عبرقات بمواعظه مواعظ قرآنك وبحينه يو التفكر إن مركا لاكور قال في عجائبه عجائب القرآن كحن بارسين يو العمل إن لو عمل فل بمحكمه كويس كيس محكم كا يو التسليم إن إله لودي بلي متشابه كيس إسكو معنيه زل فهمي كري يو البحث إن لبار عن عمومه محا عامه وقرآن وكهل وخصوصي محا خاص وكهل وناسخه محو نسخه ومنسوخه محال نسخه يو نشر علومه علومتي سين لباهي ولا فافي وضدك الله شاكو يو الدعاء إن دتك اللوغير إليه قرآنك وإلى ما ذكرناه يوحى نشغنا من نصيحة من نصيحته ونصيحة قرآنك من مركة أداد ما قشت النصيحة لكتاب الله معنى هذا واسداس. فصل أجمع المسلمون مسلمين توحي إجمع كن نقذين على وجوب تعظيم القرآن العزيز قرآنك كان إليه سبحانه وتعالى وعزيزك كدق وشرفي إن لويني على الإطلاق كالقاطلان وتنزيهه وعلى تنزيهه إن مركا له فو وصيانته إلى ليه وأجمع وحيكلا كؤرران وإسكوا فقين على على أن من جحد قفكي ديدا منه حال وكمد هذا قرآنك حرفا حل حرف قفكي ديدا
ومما كي حقي كهذا أجمع عليه ليش كوافقي الضوضو أني كتاجين كتاجنين أو زاد أما كوكر لي حرفا هل حرف كوكر لي حرف كاسو لم يقرأ به أنو أقرن أحد قف وقراء لي كم إذا صامر عبر التاريخ أنو أقرن والحال نسيا سمي هو إشغو عالم أقون ولا بذلك وح أسميني إنو يهي وح رنتي جورة إنو يهي إشغو أك فهو قف كاسو كافر قالوي مطر سنوي. قال الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله وحير قاضي عياض ونينكي معروف كأها إمام وقته نينكي مراكش كل انتوي وقرني اللي حاد منتصف كيسيك وشنبق الأفرتني أفر انتوي كتب عجائب كان مركا لها هدبا عليه اعلم أجو أن من استخف قفكي فضيست بالقرآن أو بالمصحف أم مصحف كقرآن ككو قرآن قفكي فضيست أي بمعنى نوام حي يسا وهوس وديغا أو بشيء أما شيء منه قرآن كمذ أو سبهما أما قرآن كي مصحف كي عاية أو جحد أما بدي حرفا حرف ومنه يسوي كمذ أو كذب أما بيني بشيء شيء مما كي حقي كهذا صرح به وعدي فيه قرآن كالحديث من حكم حكم أو خبر أما خبر أو أثبت أما ما نفاه قرآن كوحو أو نفى أما بديد ما أثبته القرآن كوحو السقي والحال نسيدا السماء عالي هو عالم إشغو أقوان أهل بذلك أو شك أما كشك في شيء شيء من ذلك كمذ فهو كاسو كافر قالوي بإجماع المسلمين مسلمين طن سيدا إقبان وكذلك إذا جحد التوراة وحاكولم إذا قفكي الدفراء إلى التوراة كمجر والإنجيل إنجيل كانت ديدة يعني معنى أصل التوراة والإنجيل لقاها الله لكنه تحريف كجر لقاها لما وإله إلهي ما بسود الجن أو كتب أو كتب الله تعالى أما كتبت إلهي ديدة كتب الله كتب الله ده أو كتب الله تعالى كتبت إلهي ديدة المنزلة إلى سود الجن أو كفر بها أما كقالوا أو سبها أما عاية أو استخف بها أما هوس أدقى فهو كافر قالوي قال مركب وقد أجمع المسلمين والمسلمين توحي كل بين على أن القرآن قرآن كان المتلو الأقري في جميع الأقطار الدنيا ذند على ذي ذا لن أقري المكتوب كقرا في المصحف مصحف كان هذا النقان الذي كاسو بأيدي المسلمين مسلمين تقعنت وذي كجر ومما كيو جمعه الدفتان الذي سترف أي كل ميون من أول الحمد لله رب العالمين لقب الله إلى آخر قل أعوذ برب الناس لقاره كلام الله إلى هذا الكيس ووحيه هو إلى وحي يسأل منزل إلى سودجي على نبيه وكسودجي محمدنا وأن جميع ما فيه وحل وحي كتاب كأن هذا حق لح هذا حق وي وأن من نقص منه قفكي كلمة حرفا كلمة قاسدا لذلك إساق وقطع القلب أو بدله أما بدل بحرف حرف كبدل حرف كاسو آخر متكلاه مكانه بوسكي كبدل أو زاد فيه أما ككردي حرفا ككردي ومما كي كم إذا لم يشتمل عليه المصحف مصحف كأن كولانسن الذي كاس وقع عليه الإجماع وإجماع وكل عي والجماعة جماعة دون إسكوا فقين وأجمع عليه ليسكون وافق أنه كاس ليس بقرآن قرآن إنه سنهين عامدا لكل هذا وحصدا السق أقصد فهو كافر قالوا قال أبو عثمان بن الحداد وهل يوحي وسعيد ابن محمد سيدا مركة كم وقت قال أبو عثمان بن حداد وحيل وهل يوحيل جميع من ينتحل التوحيد رمان جميع من دول دمان تيو ينتحل التوحيد التوحيد كالدين كالدين متفقون وحيشكوها فقسين على أن الجحد الديدس وبحرف لديد من القرآن القرآن كم إذا كفر قال نموت وقد اتفق فقهاء بغداد وحيسكوا فقين فوق هذه بغداد جوكتي على استتابة ابن شنبود شنبوذ اسكسها ماشان كتب تقار كود استباتة وحكالي قريان على استتابة ابن شنبوذ المقري نكي مقري أها مقع لها إن لغته بأقبل أحد ألا إمة المقرئين وكم إذا هاي مذه ذاتك قرآن كأقرين جري المصدرين بها مركا قرآن ذاتك وهو الرأي معلم المجاهد أحد الأئمة أئمة المقرئين المصدرين بها معنى المجاهد لقراءته أي مركة كتب أقبلين
يعني هدان انت انا نفقانين ان اترجمه نينك كان هذا الله تلمامي ابن شنبوذ ومحمد ابن ايوب ابن صلت ابو الحسن قراء دي هو وين ابو كم ذها بغداد شواذ قران شاذ بوكو اقرين جير مركو دك صلاه دك بحينو كتاب نوك قرا اختلاف القراء شواذ القراءات يهول لميده ومرك طبعا مركي ابن الأوغادي الوزير ابن مقلة يقول هلا كان ننكاس كدي بالضاد واتيلا لقلي كدي طبعا مركز سيري دت كان عدي كان تمشي والجهال نينكي وزير كأهانة أو ابن مقلة أنا هذا هذاك بوكيري كدي نك هلا قرا عليري كدي هلا قد البي إن وطوبك كانوا كدي ولا جا مسافرية مجال وجو مدائن بالجي هل كاي بغداد بقول أنت ستح بقول لو عتني سديت دي مركز التاريخ ده هاي يساقو حبس دار السلطان كجرة أو سديت إنسان أنا كارو دافع الذهبي مركز في أبو شامة كان الرفق بابن شنبوذ أولى يعني هرت إن لا إن إن لا دمرية هاد بيري كلي هذا الك هذا الويري أو حبس على دجان ويكف الليل وحا وكتجي ومسائل أهنا وشواذا إنه ضد كسرادة كجب بين رنتكم مصح سنين المهم وأخطاء لكن أخطاؤه في واقعة لا تسقط حق في حرمة أهلي أخطاء داسنا ما الأرض ما يسو مركا نينكا تاريخ ساسو أهام مركا نينكا نساق ابن مجاهد كل شيء إنه أحمد ابن موسى ابن العباس وي ابن مجاهد البغدادي وعلماء هو وإنه قراءاتك سنو حول الشيء لو بقول يو أفرتن إيشانتي وحونا دنتلاب صدح بقول يلواتن أفرتي إن آذاب بضن بوها كتبت قروحة كمدة كتاب القراءات الكبير إقراءة ابن كثير إقراءة أبي عمرو يكتب كل مركة قريب طيب مركة نينكا كان وحيسكوها فقين مركة إن لقاته بقى أقباله نينكا المقرية وما أركتي صفكي ابن مجاهد كجرة لقراءته أقرنتا وأقرنيه وإقرائه ضدك وأقرن بشواذ أو بشواذ من الحروف شواذ حروف القرآن كم إذا أما شواذ مركع قرآن كي لقصه كردي مما ليس في المصحف المصحف كان أن كؤلي وعقدوا عليه وحي كلاب الله ما أنه كأتك بالرجوع عنه أنه كلابته والتوبة منه أنه كتوبة كانه وكتبوا وحي قرآن فيه سجلا ورقد بقرآن أشهد فيه على نفسه مركا مرخاتي إساقان نقضي في مجلس الوزيري يضل الجوغو قابتي وزيركا أبي علي ابن مقلة نيكا هدان كهلين سنة كنوحو سنة 23 و300 سدح بقوليو سدح يلا باتنكي بوها ابن مقلة إساقان نوحا لديه محمد ابن علي ابن الحسين ابن مقلة وزير بوها رقي قبي جيري سوغانت وهيستيبو كم ذهب نين مركز شأني وحقول ده الشيء حقه إيه بغداد لا بقول تدبات إلا بدي سيدة عالي ومركز وتنمامه طبعا كدمنا نوحو أها مركز اللي يقان حقه إيه موصل بمركز قدام بي ماشان واتيل وحب علي سيدة مركز اللي تنمامه نينكا إساقا مركز وحول لي هاي سجل كاس أيا نينك اللي قري وحالي ربال أرن كان إن أتكلم بتعده وأفتى أبو محمد ابن أبي زيد في من وحو فتوى ذي إسنا نينكا كان لغم عبد محمد أبو محمد ابن أبي زيد وهو فتوى في من قال لصبي قفك المير كوير هذا لعن الله معلمك معلم كاية الله لعن هذا وما علمك وحو كبري انت هدو كوير هذا وقال كوير هذا أردت وحن ألجد سوء الأدب ما يا معلمك آذابتي سحن أما أردقان أرد آذابتي حن آذابتي سحن بأن ألجد ولم أريد القرآن قرآنك كموذن يعني حدا هدو يلا مثلا معلم كاجا يروح كبري آداب تحب أن كوضع لكن أنه كمودين قرآن كبري قال وحري يؤدب القائل ونك هذا الكير وإن لقيت بيو آداب تنجادل يحبس بأن نكون كرته قال وحري وأما من لعن المصحف قفكي مصحف كالعنضة فإنه يقتل كركا لجون كو هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهذا الكي يقدم به يعني مرك هذا الكل يسود إلا أنت سوسود halaga hadlaya in wax laga sheego lacaya laga hadlaya meesho maanta marayn laga hadlimaa faslun wa yahrumu tafsiruhu wa hakalu haram in quraanka la fasiro bighayri ilmin aqalnaan iyo kalamu in laga hadlo fi maanihi maanida quraanka laga hadlo
لمن أكهل ليس من أهلها أن أهل أهاي والأحاديث أحاديث في ذلك كاكو صارتان كثيرة وبلنته والإجماع إجماع علماء منعقد وحكوك تم عليه كاس إن كتاب إلهي قف كاس الدولة إسك أردي أنو سنفسر أقام بأباهي قف كاس أمب بحكره وأما تفسيره للعلماء أما تفسير كان علماء أي فسيرين تفسيره تفسير القرآن للعلماء فجائز ومد بنان وحسن ونكسن والإجماع إجماعنا منعقد وكوك تم عليه إلا فسير كرم فمن كان أهلا قف كأقلمة للتفسير تفسير كأقلمة جامعا كل صدي للأدوات وحلوحي أدوات التي تاسو يعرف بها لو قرن معناها القرآن كتفسير كيس لو قرن وغلب على ظنه ما الذي سون أي كحوك بنات المراد وحلو المراد إنه فسره وفسره إن كان هدو أرنك وفسره إيه مما يدرك بالاجتهاد واجتهاد وجارك كالمعاني سيد معاني ذا اي والاحكام احكامتي الخفيه اي قرصوني اي والجليه مدي مقتي والعموم والخصوص وهي عام ودعي خاص ودعي والاعراب وغير ذلك وهي الهلمه اما مما ان كان مما لا يدرك بالاجتهاد هدوس ارنك يا وحان اجتهاد وجارك كريم كالامور سيد امور التي طريقها وضد الله امر يا ايته النقل ان لسوق جوري وتفسير الألفاظ اللغوية إيه الألفاظ اللغوية تفسير كذا فلا يجوز له مبنى الكلام في إنه كهل إلا بنقل إنه أذيك سنة يمويان صهرريتان وصحيح ليقان وصحيح من جهة المعتمدين المعتمدين ضدك لغة قدم من أهله المعتمدين يو عمددأوا لا عسكذا إنه كصهرر يمويان أما من كان ليس من أهله قف كان أهل وهن لكونه غير جامع ما دام أنو كولنصن لأدواته أدواتك لابهنا أقبك أبهنا أنو هيسن وعلمك أها فحرام عليه التفسير قرآنكم مركا حرام بكيه لكن له لكن وحا أبنا أن ينقل التفسير تفسيرك إنو كسو قوريو عن المعتمدين من أهل يدتك الله قدم بي الله عسكاد أهل كيسا موضوع عن موضوع مهم بوي تفسيرك إلهي حد مودا قفل بإنو الوحبان فصيري الوحبان فصيري هذا تفسيرك أدوات بولي هاي لغة وليه نحو وليه صرف بوليه بلاء وليه علم القرآن بوليه علوم القرآن بوليه فنون فربضان قفك وأنه هرت مال صوص صار فنون تفربضان مركب مال صوص صار بوليه كرا كتاب كإليه هدا فسره أما هدا دمدمت انترضى بضان أن أرجنا قف كست وكديرنا كتاب كإليه إنه فسره بمجرد إنه أفصامه لشيء كرا خطرت ذي هذا موضوع صار موضوع اللي جبر رقبه هون إلا اللهم هدا نين داعيته لأن مركز أدهديد شيخ فلان وحويري إن هذا كسوق جوريس وحوكم أجمع إنه هذا هذه قدوشة كسرتيد وحى مركا وهذا السوق جوريسي ومشكلة ماله لكن مفسر عن نقانة يائيو تسجيلات بان صهر ديجا يائي أدوات دين وإيجام مقنتها أساسيات كنا مهايو طاوحة كميت هذا الدردة ما أنت كتابك إله لولا برير كميت ثم المفسرون برأيهم كوا كفسر القرآن كرأي جوذا بغير من غير دليل صحيح إذا دليل صحيح آن وجرن ضد كفسر أقسام وقحو قيبوي منه حكم ذا من يحتج قف دليل سنية سوح جيسنة بآية بسوح جيسنة على تصحيح مذهبي مذهب كيس إنه كصحو وتقوية خاطره وحمان كيس أوسي إنه كحوجيو مع أنه لا يغلب على ظنه إذا ما الذي سؤال حوجينين أن ذلك هو المراد بالآية إن أرنك أوشاقي آياد وحلولة مرادة إنيت وإنما يقصد الظهور كلي وحو الربا إنه كم مغض على خسمي قف كان إسهيان الضاد كل الجر وامحي نمبا مران كجرة ضد مرميان آيادا لسلد عيا إساقا مركا وحامهيم وهم كلي نين كان أي مرنسيهين الضاد أي كجران آياد وحو مركا كلي كسو أفجاري لها وكاقات كان لها آياد معناها سي وضتاب له مركا أجيد هذا ماها قرانك انه فسر وجيدي سوى ان كان مال اسكلي قوي وميد كاس ومنه حكمه من يقصد الدعاء مد اول مراد الى خير ضدك انه خير اوغو ياره ويحتج بايات ايات بسودري شنيا من غير ان يظهر له دلاله لما قاله اذا وح دلاله ان يكم وقن ضدك خير جعلي سين يا ابو ليه ومنه حكمه من يفسر قف فسر الفاظه العربيه لغه عربيه فسرها من غير وقوف اسغن دول استاجن على معانيها معاني عند اهلها علماء محي كير هذين مدنين لكن عربي تقانا ما عربها كسو حوكسدي حمالي بو اها وحبا دغيس كسو دعدعي وهو راباش انو قرطجح كو قالو
يضو آنه دي علماء دينا وما صو حريسا ما صو فريسا علماء ما صو دقيسا وهي مما لا يؤخذ تنوحك أو هي تاسون مما لا يؤخذ وحانا لغو قادم إلا بالسماع إن لغا مقرم من أهل العربية وإن ذاتك اللقاذة وأن ظهر فريسا ذاتك صو قادتا إيو أهل التفسير ذاتك التفسير كأهل كوها كبان معنى اللفظة إن كالمدة معنيها إذا إيو إعرابها إن لعدي أكل وما فيها وحي لحظة هذا من الحذف محل الجوي والاختصار محل سوجا والإضمار محل القري والحقيقة محا حقيقة والمجاز محا دهصون والعموم محا عام والخصوص محا خاص والإجمال محل ضد والبيان محل عدي والتقديم محل الهرمري والتأخير محل دي بالوادي إيو غير ذلك وحي لها المالو مما هو خلاف الظاهر وحقوم مقدم حانا هنا مركة هل كمركة حكم مقتب علمي نحوها علمي الصرفي علمي بلاغة ببديعيسي بيان كيسي بيحو أدن وطا وحكم مغضى علمي وحكم مغضى أصولك وحكم مغضى فقه وحكم مغضى وأمن وقفكم إنت وحاصو دنب وكوه بيسيه وكوه بيسيه السواق بيحو أدن صامري مستوفي عن كتاغن هدو مركا كتبتي تفسيرك إنتو أذيك سهبت بايري هبت بايري وصان نقلي والو بهن لكن نين أن فاعلي مفعول بأقون محال لو قدي محال وكر دي أنا أبح سنين وحيس إن ده أي تهاي أمرك أور رناد أنتوا عجلة سود دقيس سوق هافوي مرة نص وهالمامة نص كيني كديمنا ما عرفت كاميرون كسر دقي وإذا ضر نوس وكر دوي ولكن في ذلك أرنك كواف لا معرفة العربية وحدها عربي أنا قان كليا كواف لا عربي أنا قاني كورس عربي أنا سوقاتي عربها نجوك جري بل لا بد معها وحان لغمار من معرفة ما قاله أهل التفسير إنه قرأت أهل تفسير كوحيدين فيها أرنكا كيلا قد فقد يكونون وحلق يابا يعني المفسرين تي أهدان مجتمعين كوي كوكو لنسان على تلك على ترك الظاهر ظاهر كآيات دان إيوضاتو إن لغتقو معناك على إحنبار سنتا أو على إرادة الخصوص عام كان ماهنا خصوص بل ولا مرادة أو الإضمار أما وحبا كوكرسون أو غير ذلك إني هم هو خلاف الظاهر خلاف الظاهر وحن مغضوح كدوانا وكما إذا كان اللفظ وحالمد لفظ مركو يهي عربي مشتركا مد قد حي بين معان حلك كلمة بقى حلقة بقى سانا والله فسيري كرا سانا والله فسيري كرا إذا كل يد بقى انت سمعاني وضت فعلم في موضع مالنا وحال لأقاذي أن المراد أحد المعاني إن لولا مراد معاني ذا انترضى بضان كلمة أي لا ذا مد كمين إلا لجيد ثم فسر كل ما جاء به مركا إساقا طبعا مركي لي هذا كلمة دا معنيه دا واسدا كو معناها لبعض واسدا معناها سدحت معناها فرع أسي مركو فسره هل ما بيقول له كل وشيء ثم فسر مركا أو كفسر كل ما جاء به فهذا كله حاسو أن تفسير بالرأي ما نكيش مركا كلمة فهو حرام وما حرام وإن هلك يماشى معناها الولد وإن أبارتا والله أعلم فصل وفصل ويحرم المراء مرنك وحرام في القرآن القرآن كإن لغمرم والجدال إن للضوض فيه قرآنك بغير حق حق الآن حق من الدفاع إساء ولا قرت ومن ذلك حكم أن تظهر له دلالة الآيات إن أم قدته آيات وحي تسمين سو على شيء شيء يخالف مذهبه مذهب كيس وخلاف سن آيات وحي كسو بحي مذهب كيس إني ديدنت ويحتمل مركز وحقوح مبارا احتمالا صورة قلو ضعيفا أدو ليتا موافقة مذهبه أو يحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه ويحتمل مركا أي حنبار سنتها آيات يده احتمالا ضعيفا صورت قال ضعيف ونقيل ويكجر موافقة مذهب كيس إنا وفقه آيات طبعا بقول كي بقول ويكسور جدا لكن حال هيلي كرا بقول كي بهال إيو معركت إن نوعا ما وضعوا هيلي كرا فيحملها وحوكو حنبار يا تفسير كي على مذهب إساق مذهب كيس ويناظر على ذلك مركا صدات كل قليا مع ظهورها يضع أي موقت وفيه خلاف ما يقول وحو الشيخ وحانهين إني تهي وأما من لا يظهر له ذلك قفك وحاسآني أم موقن وغوام موقت إن مذهب كيسو كهر يمد أما يكهر تمن فهو معذور قفك ولو عذر وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحاك أصح إنه يري أنه قال إنه يري المراء مرنكي في القرآن اللي أمر ما يكفر قال نموي النبي صلى الله عليه وسلم يحديث كان شغل ناس صحيح وكل شيء قال الخطابي يحير المراد بالمراء مراها هل كان لغو الشيء وحال لغو الشك بال لغو إن لا شكي هو معنى معنيه إن ممنوي هدو جيدة كاما وقيل وحال لغو الجدال ضاديو المشكك أشكي قلين يسي فيه وقيل وحال لغو هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء ذاتك هوضو ذرع دود ذوي في آيات القدر
أي كمر ميان آيات قدر كوسو أرى ونحوها وحي لمده. فصل وينبغي وحكى لها بون لمن أراد السؤال قفك الربعين ويديو عن تقديم آيات آيات إن لهرمري على آيات لهرمري في المصحف أو مناسبة هذه الآية أيضا على قضاء إلى الله في هذا الموضع ماشا إن ونحوها ونحو ذلك وحي لها المال أن يقول إنه يراد ما الحكمة فيها في كذا حكمة كل جرتاي محيتها أيضا هذا إن الشيخ تن أي كدم بويسو تن أي كهر ريسو واي أيضا لا شيء تن مركي إذا ما تعمل لو جهر مري محي أيضا نقول حد عاد الله بدن أيضا سيد بدن علماء ذا مركي مناسبات ال معنا في ما بين الآيات إيوه حكمته أو كلا إيوه يمرك الله جهل أو كلا ما عرفتي مصحف كي ترتيب كيس أو كلا وسؤاله سو كلا دفيرد جديد معها اعتراض معها لكن يكون بنانته هذا علمي مركي راديني ويبنانته. فصل يكره وحالك هذا كراهية أن يقول قفك إنه يراد ماشي النوع من القرآن بعد حفظ السي الإلاف بعد حفظ السي ألم ترى كيف بقرة سورة حفظ السي وحا كراهية قفك مركو حفظي وهالمام كذب وحا كراهية أو يكره وحالك هذا كراهية أن يقول إنه يراد نسيت آية كذا آية دي هبلا هدوان هالمام سورة دا وهالمام ولا ديدي كلمة دا ما ليه كست بل يقول وحول أنسيتها ولي هالمنسي أو اسقطتها أما وا أيدي أن حفظنا ومركل ويكد على ذاكرة ذي وذاكرة ذي ولا قصارة فقد ثبت وحاسقنا هذا في الصحيحين يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كل لا يقول أحدكم متكين يانو لهن نسيت آية كذا وكذا آية دا آية دا وهالمام وران كوان مركل يرى من حفظ لك وان هالمام ولا ديدي بل هو شيء نسي وله المنسي وله المنسي وإن الله غفر له. وفي رواية في الصحيحين وحكى صار أيضا بئس ما لأحدكم أن يقول متكين باص بأسوغ نادي إنه يرى هذا نسيت آية كيت كيت وكيت أيدي هبل هبل أهد هبل أهد أما أيدي سيزا أهد وان هلما بل هو نسي وله المنسي ويسوغ إسكما هلما من مركا حديثا وحديث صحيح هو. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل ننبو مقلي يقرأ له أقرن يده فقال مركوح رحمه الله إنك الله نحرستو لقد أذكرني وحو حسوسي آياتا بحسوسي كنت أسقطتها أما كنت أسقطتها مركا نوعا ما في رواية الصباح الفصيرة كنت أنسيتها لها المنسي آيات بحسوسي كنت أسقطتها لها المنسي أي كنت أنسيتها أو أنسيتها لها المنسي مركا فعل كوحو كبني سيه مجهول أنسيتها أسقطتها إليها المنسي ومركا ذاكرة ذي كد عضي أيها المنسي أي النبي صلى الله عليه وسلم يري مركي سيدان طبعا هيد. طبعا إذا مثلا إذا وها آدي يقفوا قادة علماء كارهان مركي مثلا نقاشيا وأنا تأدم مع القرآن يقفك إنه إسكا إلالي وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل ابن أبي داود حكوري تابعي وهنا أبو عبد الرحمن السلمي أنه قال لا تقل هدهن أسقطت آية كذا هدهن بل قل وحات هذا أغفلت والدهي فهو كاس خلاف ما ثبت وحي الشقنا ذي بيكهر إيمانيسا في الحديث الصحيح والاعتماد سيد الله أسكان يصح ذاهن على الحديث وهو كاس جواز أسقط أيا بنان وعدم الكراهة فيه إن الكراهة هين أو لا ساسا صحصا مرك هذا كان نك الله كياننا ولا حق بنه. فصل يجوز وحاب بنان أن يقال إني يرى سورة البقرة سورة دي يد كهليس سعة كهليس وسورة آل عمران سورة دي آل عمران وسورة النساء سورة دي دمركة وسورة النساء سورة دي مائدة حيرضة وصورة الأنعام صورة دين عمولي ذا أريقي قيل اللؤضة وكذا الباقي والبيه كرام ولا كرهتي في ذلك وح كراهي أنكم أجرت وكره بعض المتقدمين تدكيه الريوحيكو هذا إن هذا أرنك وقال وحي لذا ما يلا ما ديه كراه صورة البقرة لا ما ديه كراه يقال وحا لليه الصورة صورة دي التي تاس يذكر فيها البقرة أي سعى لقشة أي صورة البقرة لا ما ديه كراه والصورة التي يذكر فيها آل عمران صورة دي راع عمران لقشة يجلس كمالها والصورة التي يذكر فيها النساء صورة دي دومر كالله وكذا الباقي والصواب السيد الصحيح الأول والله كرام تيك واتبع صحة فقد ثبت في الصحيحين وحاكس أروري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله قوله إنوير
سورة البقرة النبي قاعد يجري، وسورة الكهف النبي قاعد يجري، وغيرهما مما لا يحصى. يحكوا لك الصهراء أن لك قياس كريم، وكل كالصهر انت وان لقياسي كان. وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، صحابة ولا قصة ورين يساد هجرين. قال ابن مسعود مركب الحر: هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة. هل كان أن تاغن هاي وهل كي ويشتاغي كان لقصة دي سورة البقرة النبي قول الجيدة. وعنه حال قصة ورين ابن مسعود في الصحيحين: قرأت إن روحان أقري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولك روحان كو أقري سورة البقرة. والأحاديث أحاديثي وأقوال السلف وفي هذا قص أروتنا أكثر وبكب ظنتهي من أن تحصر إن مركا لصوك وابا مركا تسمية ذا إذا حوكو مجر توي أنه حام بسكد هنا معنا كلا مركا أوفو أنعامي أكالي يوحبان شيقنا والكتاب لير والكتاب قابي الذي يقبتو يوحبان شيقان. لكن كل يقول مقعي ذا سيدا أي تهي أي مركا هبون. ولذلك مقعين لبراي ووناكسد وحايا ركي ساعة أرداد قاركود إذا ترتك مركا الله كيانا أوكلا أيضا لبرن سورة الانشقاق سورة الكوثر هبك أيضا لبرن إنه سوقي سورة إن عطيناك أقري إذا السماء انشقت أيضا إبنا أنت هين لديه كرهدنا ويهبون أنت مقعيدا ماشي كو قرآن إن لبروه جري يركم مركي قرآن كيف دينا. وفي السورة سيال الله واقع لغة تانية لبا لغة كجرت الهمز همز إلا لي ماذا سورة لده إيو تركه إن لقاتك سورة لده والترك كتيجتان كأفصح فصيح صن. والذي جاء به القرآن ونسيت القرآن ككتب سورة أنزلناها. وممن ذكر اللغتين عند الشيكتي لبض اللقب ابن قتيبة أيا كمذا في غريب الحديث مكو كهلي. ولا يكره لما كهذا أن يقال إن لجراد هذه قراءة أبي عمر تنوى قراءة أبو عمر أو قراءة أو هذه قراءة نافع ونافع قرديس أو هذه قراءة حمزة أو الكسائي أو غيرهم إن لضه مركب بنانت. هل كان إسك صحة حمزة مدام جلد أي سعوت أو الكسائي أو غيرهم هل كان إسك صحة. هذا هو المختار واسد للدورة الذي كاس عليه عمل السلف دتك هري والخلف كو الدنبية وحي مركا أي سيء عمل فلانوي من غير إن كان يدو حديدا لهم. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي والحكوي رحمه الله أنه قال إن يري كانوا يكرهون وحي نعي جرين أن يقال إن يري هذا سنة فلان وقراءة فلان هبل السنة دي سي قرادي فلان. والصحيح ما قدمنا سيدان صهر مرنا يا صح. فصل لا يمنع لغم الرابو ولو مديري الكافر قفك قالك من سماع القرآن قرآن كينو دقيسته لقوله تعالى قال القرآن ما لدقيسين كرها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه. وإن استجارك أحد من المشركين استجارك هدو من قليك أضلبه فأجره من قليسي حتى يسمع كلام الله إلا أكم قلو آيادوي. ويمنع وحال لغريب يا قفك قالك من مس المصحف في مصحف كإنه تابته. وهل يجوز مركا إنه تابته مر طبعا وحيد علماء ما مهن واتقارن كرتا أنك حالا ده هذا أن كل جنبالها أن جوجنا أو كلام ضد بهنا إيمانية المسلمين هين الرب الإسلام كإني فهمان حالا ده سوك الله وإنه بنان تا ده إن وإساقو ما عرقتي موبايل كي كل جروك كلام وحوكو مجمنا isagoo tarjuman oo kale English iyo nooshka iyo luqadda marka dadku u baahan yihiin iyo ku qoranna mushkilad marka amara. Laakiin mushafka aan arkayno sidiis ah in la siiyay wala gwanaxay. Wa hal yajuzu ta'limu al-Qur'ana amananta ninki gaalka Qur'aanka in la baro. Qala ashaabuna Shafi'iyyah waxay dhahayn in kana la yurja hadan rajul laga qabin islaamu inuu soo islaamo lam yajuz ta'limu in la barama wa in rujiya islaamu islaamkiisa saadi rajul laga qabo fa fihi wajhan laba wajh baajir asahhuhuma وهو أصحسن يجوز ويبنانته يجوز ويبنانته رجاء رجل الرجين إسلامه إسلام كيس إذا الرجين ويبنانته. والثاني رأي قلبان لا يجوز مبنانا كما لا يجوز بيع المصحف منه السيدين أبنانين إن مصحف كالغب بيعي وإن رجي إسلامه إسلام كيس رجاه لك قوة أضو حتى يضل نين إسلام راديني حتى دون نغض إن لغب بيعي وقلت. أما إذا رأيناه لكن هدان أرقنه يتعلم إنه برانه فهل يمنع منه ملك الريبة وأن أرقنه قفكه كل دقيه إنه برانه أرقنه ففيه وجهان لبا وجه شافعي إذ فصل مركة لبا وجه بناني وجهان بناني طبعا مركة اللي إذا أصحهما لبا وجه وجه با صحيح وجه كلا صحيح لكن كم بال كل هو وحنو ملا إن ناصو هرمرتي معاني ذا وكالة مركة عن الجمهور العلماء مركة إذا وهلك مركة أي ماذا أفرتأه انتو اذا بضان وحكوها فقال مثلا سدح كم اذا 3 out of 4
سد حكمي ذا وحسكوا فقي شافعي مالك أحمد أبو حنيفة هل كاسو تاني جمهور العلماء جماهير العلماء أنا وأنت كهرتي من قولك أد بيرتهي بدن كود هل كاسي كنت جنب بالك هذا أصحهم أنا قولك كلوا صحيح لكن كان كأصحسن أكثر كثير يضع بدن تعالى كان كبدن معني ذا سؤال إني صار نو صهر مرتان في ليه فصل اختلف العلماء علماء وحسكوا خلافين في كتابة القرآن قرآن كإن لغو قرأ في إناء ويل ثم يغسل مركة هادانا لما يروا لردقوا لحاله ويسقاه مركان لغو رابي المريض كي حنوسنا قرآن كما لغو قرأ ويل مال ديكسي أو صحن أما بليت وحده لا يدبا مركة لغو قرأ كدب أيا انتال لردقوا بيه ماشا لغا دقا قفك العبسيني. فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي رحمه الله واحد لا بأس بحكم الجمنة وكرهه النخعي النخعي سكرهي وكشاي قال القاضي حسين قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما واحد من أصحابنا الشافعية ولو كتب ولو كتب القرآن قرآن كهضو كقر على الحلوى شيء وحمعان نعنعي حلوذي وغيرها وحي لم يذا ومن الأطعمة ويحي العنى فلا بأس بأكله وحكم الجون إلا عنه قرخ هدي الله وقره قال القاضي ولو كتب على خشبة هدي الله لغو قرانا كره إقر إحراقها إن لقبه وكرهيه مسائيش أنه مسائل دقيقة بضان أدوك ويديان طبعا قرآن كمركة مال لغو قريه سيدا أن هدى أرق نماها بضانا شأنيقان بضانا وحفرها لقلا dadka sixirka iyo shaqo aan loo fadhin marka sameeyo laakiin hadii weygan ay tahay qofkii in quraanka tabarrugiisi oo dambaraygina aan loo dhameyn sida hadda aragtay quraanka tabarrugiisi oo kale haday tahay buutin maama ee Imaam An-Nawawi faslun madhabuna annaga madhabkeen wuxuu yahay annahu yukrahu in ay karaahiyato la koodo naqshul hiitani tarbiyada ee gidaarada in lagu qoro إيوى الثياب ونقش الثياب لرك كركيس بالقرآن إن لوقر بأسماء الله تعالى إما قعيد إن لوقر وكرهي وقال عطاء مرك الحير لا بأس حكم جمنا بكتابة القرآن قرآن إن لوقر في قبلة المسجد مسجد قبلة ديسة هلك أدتك أجي سنين وأما كتابة الحروف من القرآن أما حروف القرآن كمن إن لقر فقال مالك الحير لا بأس حكم جمنا إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليها دي مركة قصبة داس oo marka iyo jildiga lagu dul qoro oo haraga isla markaana waa khuriz alayhi shayga marka lagu maashi khirzi lagu sameeyo oo shayga aad moodid inuu ma shayga marka ku shaabadeysan yahay hukuma jamna waqala baadu ashaabina waxaydahan idha kutiba fi hirzin hadii lagu qoro fi hirzi hadii lagu qoro quraana hirsiga waxa lagu qoray quraan ma'a ghayrihi la laqaba falaysa bi haram waxa marka kuma jamna walakin al awla lakin سيدة هبون تركه إن لقدتك أبوناكس لكوني يحمل في حال الحدث محال الحرسي وحد حنباريسا مركة حدث كي قفك حمامك يسوي كجر حرسي وغطا وإذا كتب حديثا لقوله يصان ولا إلالنا بما قاله الإمام مالك أيال لقو إلالنا وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ساسو مركة فطواضي مثلا إذا قرآن كميال لقو قريو قفك مثلا حرسي أهان لقر قرطاس أهان أصل كإن إنسان بنانين علماء ذوائي ديدين لكن الإمام بنو هدو حوت المامية وحو قرآن كليه هديهين لفتر كيذا وحا إيمان إنسان مسألة كلو وحو قفك كم وحرين حمام كيو قليا جناب وقليا حالات كلو قليا مركوا لقوا ناكسين سادرت إن لقاتك أيا وناكسين أما مسألة عسري قاء وشيخة وقت يدي أن وجوغين وأه قرآن كهدا موبيلة ذا نكسي دانا صم موبيلة ذا نقو قرآن يهب كانوا كلام مشكلة مال المحل وشيء إلكتروني معها وح حقيقة معها وشيء مركو بطارية وتجانا تجي مركو موبايلك أوف لدهانه أوف دهاي وبحية مركو شيء ثابت معها ما دام إلكتروني جاي ولا قاضن كرا حمام كلا لجيلي كرا وحوم مركو كمجرد دبده ده هيسكديجن أو مركو ماشي دكتيد يعني لجوء إدارن فصل في النفث تفيد مع القرآن قرآن كلا يسكت في الرقية تفيد درتيد في النفث أفوفد ومع القرآن الو أفوفده للرقية تفيد درتد روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة وحكوري الصحابي وأننك صحابي إلى ليه دي الوهب بن عبد الله
السوائي العامري كوفة دقنا وصحابة دي يريد دتك دا يرابوا اه صغار صغار التحابة صحابة اه بكوفو كل انتي تضباطا يسدح دي وحير نينكا وحو كوري واسمه وهب بن عبد الله بالغمع وقيل غير ذلك ما كان والله الشيء يوعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وحو كوري أنهم كرهوا ذلك إني كهذين أو آه إن قرانك مركة إن تلقى فوفا لسكتفه والمختار سيد الله دورت أن ذلك ليس بمكروه كراهية ما بل هو قرانك إن لسكتفاي سنة ومستحبة يضو مركة للسنة فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها كسقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وحوها كان وحوها إذا آوى مركو أضن ماي إلى فراشي جوغشيس مركو سيحن رب كل ليلة هرين ولبا جمع كي اسكوك كفيه لبدي سجع موت ثم نفث فيهما مركز أفوفي جري فقرأ فيهما وحو لبدا جع موت كو أقرين جري قل هو الله أحد يقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس ثم يمسح كدم نوحو كو مسيحي جري لبدا جع موت وصاو أفوفي ما استطاع انت اوكر من جسدي انت كجار ايو اسكو مسيح جري يبدا به ما يسوى كب اللابيه على راسه مدح عيسى يوجه وجه عيسى وما اقبل من جسدي جسد كيس قيبت صوم قد يعني انت صوه الرئيسه يفعل ذلك حسين ثلاث مرات سد حجر روى البخاري ومسلم في صحيحهما وفي روايات نحو قصر في صحيحين زياده اي دح هذا على ذا على هذا ارن كان انك بضن انت هذا الشيء زياده دارا ايا كجرت ففي بعضها وحاكو قرن قالت عائشة رضي الله عنها إني تري فلما اشتكى النبي جمركي وحنون صدي وحرار قنقضي كان يأمرني أن أفرج لأن أفعل ذلك به إن أنساك وصميوه إلا أن قعمها مصو قاذي كالنبي أدب وحنون سيه أنا إنتان قعمها مركة أما وإن أن مركة قطفه أي أن مركة النبي صلى الله عليه وسلم وينوشي قدون تقعنتي سيمرين جرتي إنتان قعمها ساق قطفه وفي بعضها وحاكو سأرر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث وأكتف الجري على نفسي نفسدي في مرضه الذي مات فيه جريدي والنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وكجتك وكل انت بالمعوذات وإسكو أقرن جري هذا صورتي هذا أنصار شجنة قالت عائشة مركو حيث رضي الله عنها فلما ثقل مركو النبي عسل هذا يحن كبتي كنت أنفث أما أنفث بعده كرتا أنا تفي الجري عليه إسجب بهن صورتها وأمسح بيدي نفسه جعنتي سه أيان جركي سكون مسيح الجري لبركة بركة إلا هذا يعني بمعنى ما محي قعنتي سنتي انتي ساقو طفته أي قعنتي سنتي سواء قادت جركي سأمر إنيسا ما دام قعنتي سأي بركة الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها كان إذا اشتكى مركو النبي حنون صدي يقرأ على نفسي نفسدي سكو أقرين جري بالمعوذات سورة هدى أن تلمان يؤبر بالناس يؤبر بالفلق إيه وينفثون أفوف الجري وتف الجري قال أهل اللغة مركا نفثقا محويه النفث نفخ وأفوفت لطيف أو ترتيب بلا ريق عن روف أن لسعن والله أعلم مركة وحلا طفيو وسانت الماني رأيك هدان قادنا أهو يبنان تحوكو مجمنا بيئي لغو طفي كارو قفك دوشي سلغو طفي كارو إنو إساق إسكو طفي كارو لكن تفيد الوشيغي وأفوفت يرو أو حوك أنا فلادنا هين عن روفنا أن لسعن مركة دات كان عن روفين وجي إيمال بلغة بوحينيو تاس لبلبوي ما فينا طب كان حلوه طفو مركه نف مركه لا شيغو وان افوف قفكو افوفو اللي بيان قف با كاغا دنبين دونا ادو ما ارغتي حالادات كو جرتي الى سبحانه وتعالى حدنا بابا شاني بابا مهما هنو كلا بل هل اس الىليو انتو كورونا او سوده لكن افوف كاسو كره مركه حكومه دمنوانا شيء مركه سوغن وي وبالله التوفيق.